المورد الثامن زيارة قبور البقيع. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يخرج أين؟ إلى البقيع. يذهب أين؟ إلى المقبرة، إلى القبور، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. مسلم الجنائز. وقال مسلم أيضا: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يده ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قلت: لا شيء. ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قلت: لا شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتخبريني أو ليخبرني لطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشيه. فقال جبريل: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إن ربك يأمرك أن تأتي إلى أين؟ إلى المقبرة، أن تزور القبور، تزور المقبرة. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. مسلم الجنائز. أيضا نحن نقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، من أعزائنا، من أبنائنا، من إخواننا، من الأخيار، من المظلومين، من المستضعفين، من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.